آثر محمد الخلفاوي وهو العازف المكرم، آثر أن يظهر بزي كل واحد من المكرمين، وقد شاركه في إنزال الفكرة من حيث الإخراج حاتم نكراز. بالنسبة للمقطوعة الموسيقية يمكننا نعتبرها كمجتمع، وكل شخصية من الشخصيات التي مرت خلال الفيديو كليب رغم اختلافها فهي كتشكل دور فعال ومهم داخل المجتمع. أما فيما يتعلق بالرؤية الإخراجية فتم تصوير الكليب في مكان واحد وكيتغيروا غير الشخصيات والإضاءة. مقطوعة This Way هي القطعة الثالثة لهذا الفنان، وهي جزء من مشروع فني كان بدأه العام الماضي لقطع موسيقية معزوفة على البيانو ومصورة على طريقة الفيديو كليب تتناول مواضيع مختلفة.